أم إيجابا؟ هنناقش هذه القضية من خلال وجهتي النظر كما اعتدنا. عندي وجهة نظر مؤيدة بيمثلها الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور وائل. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا مشاهدي. وعندي ثلاث وجهات نظر معارضة معايا فيهم الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. دكتور رشاد أهلا بك. أهلا بحضرتك. والاستاذ محمد بدراوي عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك يا دكتور كل شيء. والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب. دكتور محمد فؤاد اهلا بيك. اهلا بيك. عايز ابدا معاك يا دكتور وائل. يعني هنا يعني ما نبدا يعني بقى بالطرف الاخر احسن. لا خلينا على اعتبار انه من اتخذوا هذه الخطوه يعني نفهم ليه اتخذوها قبل ما نشوف، لانهم وجهات النظر اللي جنبي بتقول انها خطوه كارثيه. يعني رفع اسعار الفايده في البنوك معناه ايه؟ وكمان عايز بس اخاطب المواطن البسيط نسهل له المساله، وايه الفايده منه يعني؟ بص حضرتك في البدايه خلينا نعرف الازمه اللي احنا فيها ايه؟ هل الازمه اللي انا فيها بالفعل ان انا النهارده الحكومه عايزه تكوش على شويه فلوس وتحطها في قلب البنوك وترفع تضخم زياده؟ ولا الحكومه بالفعل عايزه تسحب جزء كبير جدا من السيوله اللي هو فيه جفاف في السيوله بالفعل وفي عندي ركود تضخمي وفي تضخم مرتفع؟ لازم نحلل كل حاجه على حده عشان نعرف بالظبط الحكومه لجأت للفكره دي ليه. اول حاجه عشان نيجي نتكلم، هل الاجراء ده كان لوحده؟ السياسه النقديه في الدوله المصريه اتخذت الاجراء لوحده ولا كان في عده اجراءات قبل كده تقريبا الحكومه اتخذتها وحددت التوقيت ده يبقى ده من ضمن حزمه اجراءات الدوله عملتها؟ هو للدوله ده عملتها. تمام. في البدايه الصندوق لما جيت خطب معانا قال لنا يا جماعه في تضخم والتضخم ده مش عاجبني ولازم توصلوا لحل عشان تخفضوا التضخم ده. اليات ان انا اعمل تضخم ان انا ابتدي ارفع سعر الفايده، ده في التضخم العادي وليس التضخم اللي مصر فيه النهارده اللي هو الحلزوني او حتى في الركود التضخمي اللي هو السبب اللي عال عليه اصلا الصندوق. تمام؟ لان التضخم اللي علامته مصر ده ناتج عن ركود تضخمي، يعني النهارده اسعار السلع والاسعار كلها عماله بتغلى ارتفاعات غير يعني مبرره ومتواليه ورا بعضها وملهاش اي حل والحكومه عماله بتتفرج. يبقى هنا لازم نركز ان الحكومه لجأت انها لآلية معينه عشان تعالج او تفك الاشتباك. ده يعالج ازاي بقى؟ يعني هو ده بقى يخفض الاسعار ازاي؟ ايوه هنا بقى اللي احنا بنتكلم عليه. لماذا لجأت الحكومه للفكره دي بالرغم انها تتعارض مع النظريه الاساسيه ان انا بعالج التضخم ازاي؟ لو انا رفعت سعر الفايده يبقى النهارده عشان اخفض الطلب لان في تضخم. انا هنا ما عنديش اصلا طلب، ده انا اصلا الطلب يكاد ان هو يكون مات وده اللي صنع الركود التضخمي اللي احنا بنتكلم عليه. تمام؟ طيب الحكومه اولا عندها مشكله داخل القطاع المصرفي. ايه المشكله داخل القطاع المصرفي؟ ان بالفعل الودائع اللي موجوده، الودائع هنا مش الشهادات ولا اي اوعيه استثماريه اخرى او الادخاريه، بالفعل الفايده فيها 8.1 او لغايه ما يوصل لمده السنه 11.2 او 11.7. الودائع الموجوده داخل القطاع المصرفي هي دي ارقامها في الايداعات. تمام؟ الشهادات بقى حدث ولا حرج، في ب 16 وفي ب 17 وفي ب 20 المؤخرات الاخيره. انا السقف بتاعي هنا وده اللي احنا لازم نركز عليه قوي في رفع سعر الفايده او اي وعاء ادخاري داخل مصر هو ال 20% ما اتغيرش، والدوله مش هتطرح شهادات جديده غير تغيير سعر الايداع فقط او الودائع اللي هتتجدد مع الاقراض عليها. يبقى انا هنا بتكلم ان السقف بتاعي هي ال 20%، انا ما تخططتهوش حتى بال 2% او ال 200 نقطه اساس، انما انا بعمل عمليه اعاده برمجه الاوعيه الادخاريه داخل القطاع المصرفي. ليه بقى؟ ظهر في الاونه الاخيره يعني قنبله مميته داخل القطاع المصرفي وهي الفوائد بتاعت اليوم بيوم، وصلت قرابه تقريبا حوالي 13%. بقى انا النهارده كل يوم الصبح احط فلوس واسحبها في اي لحظه باخد 13% في السنه، يعني لو حطيتها النهارده بكره الصبح خدتها بسحب الليله بتتحسب لصالحي. يبقى انا النهارده دلوقتي التجار اللي عندهم فوائد سيوله وعندهم دفعات مقدمه بيتاجروا على حساب الدوله بالليله او فايده يوم بيوم اللي بيطلق عليها في المسمى البنكي. ومع الاسف ان بعض المودعين اللي حاطين ودائع بالسنه او 3 اشهر بيتمتع باقصى فايده ممكنه 11.75 او 11.7، فبالتالي دي عملت هزه داخل القطاع المصرفي ان معظم الناس كلها سحبت من ودائع متوسطه او قصيره الاجل اللي هي من سي مثلا من 3 اشهر لمده السنه، اللي انا بقى مطمن المبلغ ده مش هيطلب مني قبل 3 اشهر او مش هيطلب مني قبل 6 او هيطلب مني قبل سنه، كلهم حولها يوم بيوم. فاصبح النهارده في عدم توازن داخل القطاع المصرفي لان في لحظه ممكن يسحب مني مبلغ كبير وانا مش عامل حسابه وبدفع عليه فايده في السنه 13% في احد البنوك وفي بنوك ثانيه 12% وشهيره جدا في الراديو بتعلن على الكلام ده كله. يبقى اول حاجه النهارده بحاول اعالج الخلل الموجود داخل القطاع المصرفي اللي هو على سعر الفايده وعلى سعر العائد اللي هو يوم بيوم واحوله. ولما ازود سعر الفايده 2% ده يعمل ايه؟ انا هحول بقى قصير الاجل ده
اللي هو الراجل اللي بيوم بيوم ده اللي بياخد 13، هبتدي ارجع تاني الراجل ابو فايده اللي هو اللي كان الوديعه بتاع زمان اللي بياخد 7 من 10، ان هو يبتدي يتحصل على 16. فهنقل ابو يوم بيوم قطاع كبير جدا اللي كان اصلهم ودايع، هنقلهم النهارده لل 16%. دي يبقى النهارده قدرت احافظ على معدل التوازن والسحب والايداع داخل القطاع المصرفي. يعني الراجل ابو يوم بيوم ده هنقله لثلاث اشهر وست اشهر وسنه، بدل ما انا كل يوم معرض لهذا داخل القطاع المصرفي في عمليه السحب او عمليه الايداع. دي نمره واحد، دي عملت خلل ونبتدي نرجع له تاني في عمليه التوازن نتيجه الايداعات او الاوعيه الادخاريه اللي غير كانت مناسبه في فتره بتاعه التعويم، او اللي هي كانت الغرض منها عمليه منع الدولاره وتحويل العوائد من الدولار الى الجنيه المصري. طب نرجع هنا بقى كمان البنك كان عمل ايه عشان يبتدي برضه يلجا لرفع سعر الفايده. في الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الدولارة، البنك هنا لما ابتدى يعمل الأوعية الادخارية اللي هي 20% أو يحرك بعض الفوائد على شهادات الاستثمار الفترة الأخيرة اللي وصلت قرابة فوق 16%، ابتدى يخش للقطاع المصرفي نموذجين فيهم خلل. عندي النهاردة تحصيلات دولارية جت من الخارج في صورة استثمار غير مباشر تقدر بحوالي 7 مليار، ودي دخلت في سندات واخد بالك أو شراء بعض الأدوات الدين المحلية بالعملة الأجنبية. إنما عندي بقى رقم كبير جدا، وهو ده كان الباب الخلل الرئيسي مع صندوق النقد الدولي. دخل لي تقريبا عن طريق القطاع المصرفي وتحويلات او تنازل المصريين او حتى منهم عرب عن طريق العمله الاجنبيه التي تقدر بحوالي 23 مليار دولار، ما دخليش منهم بالمصري اللي يعادل تقريبا حوالي 450 مليار غير 220 مليار جنيه داخل القطاع المصرفي. يعني لازم في 230 مليار بره القطاع المصرفي مش موجودين جوه خالص. هي دي بدايه نقطه الاساس اللي ابتدى الصندوق النهارده يبص لها ويقول لك ازاي النهارده الرقم ده اتحول، وازاي النهارده الايداعات او المدخرات اللي دخلت المصريين يكاد ان هو نص الرقم ده. طب الرقم ده موجود فين؟ الرقم ده ليه تاثير بالفعل مع الاقتصاد الغير رسمي في صنع التضخم. فهنا بقى الحكومه قدام حلين، ترفع سعر الفايده باسلوب عشوائي فوق ال 20% وده اللي احنا كنا قلقانين منه عن طريق اوعيه استثماريه او اوعيه ادخاريه، ويبقى هنا بالفعل كل الدنيا كلها اتدمرت. انما الحكومه لجأت بفكره جيده جدا وهي عباره عن ايه؟ بنقول انا التضخم بتاعي ده اصله تضخم حلزوني، وتضخم ده اصلا عندي داخل الاسواق نتيجه ارتفاع اسعار السلع عندي ركود تضخمي. يبقى المشكله في الركود التضخمي ده سببه ايه؟ الركود التضخمي سببه حاجه واحده بس، ان الدوره بتاعه التاجر اللي كانت مثلا 6 7 اشهر بقت 2 بقى 6 7 اشهر، فبالتالي عندي عنصر تكلفه. على سبيل المثال لو انا مثلا معايا قميص ببيعه ب 100 جنيه تكلفته كل شهر 10 جنيه، انا الاول كنت ببيعه كل شهرين كان بيكلفني 20 جنيه فبالتالي ببيعه ب 120. في الدوره الاخيره اللي حصلت بعد عمليه الركود اصبح النهارده الدوره بتاع 6 اشهر، فبقت تكلفه القميص النهارده بقت 160 جنيه. الهدف هنا في عمليه رفع سعر الفايده هي خلق اموال سائله تساعد على حركه الاسواق. فيما معناه ايه؟ ان النهارده في بالفعل جفاف في السيوله، بس في مدخرات مش شغاله بالفعل لدى الافراد ومحدش بيستفيد منها، ولا الراجل اللي حاطط فلوسه داخل البيت ولا حتى البنوك نفسها بتستفيد. فالدوله بتحاول انها تعمل حاجتين، تحرك جزء من الايداعات الموجوده داخل القطاع المصرفي بفايده ذاتها ال 2% او تحويلها من 11.7 كمودعين او مدخرين الى قرابه حوالي 16.7، يبقى عندي الرقم ده كله هيحصل فائض سيوله للمودع نفسه يقدر يشغله داخل الاسواق ويغير الحركه، بخلاف ان انا عندي النهارده ارقام موجوده داخل المنازل وارقام لا يتم الاستفاده منها ولا حتى مصاحبها. يعني داخل المنازل يعني الناس حاطه فلوسها في المنازل؟ بالفعل في موجوده في داخل المنازل يعني حتى زياده 2% ده هتشجع الناس تروح؟ لا دي مش زياده 2%، دي هبقى زياده قرابه حوالي 16% مره واحده. يقدر هنا ياخد الفلوس دي اللي مش قادر يستغلها في نفس التوقيت الزمني ده اللي هيبتدي يحرك فيه الفلوس، هيقدر يساعد على حركه الاسواق والدوره التجاريه، بدل ما 6 اشهر تقدر تنزل لشهرين، يبقى بالتالي انا خفضت الاسعار وقدرت ان انا انزل التضخم، بخلاف ان الدوله ما عملتش ده لوحده، عندي ثبات سعر لسعر الدولار مقابل الجنيه اكتر من حوالي يعني شهرين. المواطن يتعامل مع ده ازاي المواطن؟ انا هاجي لحضرتك لان دي كلها منظومه واحده زي ما قلت لحضرتك، هي مش حزمه، دي مجموعه حزمات الدوله. طيب في نفس التوقيت خلينا عشان هكمل الحته دي قبل ما تهرب مني. اسمع بس وجات اتفضل انا اكملها بس. فهنا عندي النهارده الدولار بالفعل مقابل ثباته ده هيخلي الناس تطمع انها تخش تغير العمله مره اخرى وتحولها من النقد الاجنبي الى النقد المحلي ويتم ايداعها داخل البنوك ويتم الاستفاده منه، بخلاف ان الدوله خدت في نفس التوقيت ده منظومه كبيره جدا وهي عمليه الاجور او الزياده بتاعت مرتبات والاجور اللي هي خلال سنه هيتم طرحها في نفس التوقيت. يبقى انا النهارده عندي 18 مليار وعندي النهارده الفايده بتاعت البنوك التي لا تقدر عن حوالي 40 مليار، يبقى انا دخلت لي في قرابه حوالي 60 مليار، مع عندي النهارده ال 14 جنيه اللي هي بتاع السلع التموينيه في مليار
كمان يبقى احنا دخلنا النهارده على قرابه 60 مليار، بخلاف ان انا عندي في نفس التوقيت الزمني ده تحويلات المصريين، لا ده انا جاي للمصريين نفسهم من الخارج في الفتره الزمنيه دي في اقوى سوق تجاري ومرحله تجاريه بتمر بيها مصر اللي هو من رمضان لغايه دخول المدارس. الحركه التجاريه في مصر لو ما اشتغلتش بالفتره دي وتضخم نزل نتيجه تقليل الفجوه او الفتره الزمنيه لدوران راس المال، يبقى النهارده الدوله المصريه خسرت. انما الدوله المصريه حطت لا يقل عن منظومه توفر فيها 100 مليار دولار لتحريك حركه السوق المصري.